السيارات وفق أسعارها التقريبية في الأسواق المحلية مع كامل المواصفات والإضافات الاختيارية التي يمكن طلبها من الوكلاء. ونبدأ من المرتبة 14 والأخيرة والتي احتلتها مرسيدس بنز CLS63 AMG طراز 2013، حيث بلغ ثمنها 522 ألف ريال سعودي. وزودت المركبة بمحرك V8 توين تيربو سعة 5.5 لتر يولد قوة 557 حصان، كما تعمل المركبة بنظام الدفع الخلفي للعجلات. وجاءت في المرتبة 13 أودي A8L W12 طراز 2013 بسعر بلغ 546 ألف ريال سعودي. وزودت المركبة بمحرك W12 سعة 6.3 لتر يولد قوة 500 حصان ويعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات. وفي المرتبة 12 جاءت لكزس LS600HL طراز 2013 والتي بلغ ثمنها 587 ألف ريال سعودي. وزودت المركبة بمحرك V8 سعة 5 لترات مع محرك كهربائي، بحيث يولد المحركان قوة 438 حصان، وتعمل المركبة بنظام الدفع الكلي للعجلات. وجاءت جاكوار XJL سوبر سبورت طراز 2013 في المركز 11 بسعر بلغ 592 ألف ريال سعودي مع محرك V8 سوبر تشارج بسعة 5 لترات يولد قوة 510 أحصنة ونظام الدفع الخلفي للعجلات. كما احتلت فيسكار كارما طراز 2013 المرتبة 10 بسعر بلغ 613 ألف ريال سعودي. وزودت السيارة بمحرك ذي 4 اسطوانات مع محركين كهربائيين لتولد المحركات جميعها قوة 403 أحصنة، وتعمل المركبة بنظام الدفع الخلفي.